فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد كان يوم أمس يوم من الأيام العظيمة، ويوم من أيام الله أرانا فيه عز وجل كيف يدير الأمور ويصرفها، وكيف تسير الأمور بفضل المؤمنين الصادقين الذين يصدقون الله ما عهدوه. كان يوم أمس يوما عظيما، حيث جئنا بما حدث في تركيا الحبيبة. فجأة يقال لنا إن في تركيا انقلابا أو محاولة انقلاب. عجبا، هذا البلد العظيم الذي قاده رجب الطيب أردوغان وإخوانه، قادوه بحكمة وقادوه بعلم وقادوه بإيمان وقادوه حتى وصلوه إلى ما وصلوه إليه من الدرجات العلى. يقوم بعض الناس من وراء هذا الشعب بهذه المحاولة الفاشلة التي يريدون أن يغلقوا بها الطريق على الشعب التركي وعلى محاولات الشعب التركي للترقي دائما. في كل يوم يكسب الشعب التركي مكاسب هائلة، وهؤلاء جاءوا يريدون أن يوقفوا هذه المسيرة العظيمة، ولكن الله سبحانه وتعالى كشف سترهم وفضح سرهم وعرف الشعب بما هم عليه. فسرعان ما قام أخونا رجب الطيب أردوغان الرجل الحبيب على شعبه العزيز، على شعبه، قام ينادي هذا الشعب بأن يخرج من منازله ويذهب إلى الميادين والمطارات وكل أماكن التجمع ليقطع هؤلاء السبيل. وكان ما كان الشعب عند هذا النداء، استجاب الشعب من كل ناحية، حتى المعارضة الذين عارضوا أردوغان في الانتخابات كانوا عند النداء، رأوا أن بلدهم لا يجوز أن يسقط في أيدي هؤلاء المجرمين الذين لا يعرفون ماذا يجب على الشعوب أن تفعل حتى تنهض وحتى ترقى. المعارضون نحييهم ونعرف لهم قدرهم في هذه الفترة، ونعرف للشعب الذي خرج من يمين وشمال ومن الشرق ومن غرب ومن كل ناحية من النواحي، اجتمعوا في الميادين الكبيرة في ميدان تقسيم وعند مطار أتاتورك والمطارات الكبرى. وقام هذا الشعب كله يقاوم هؤلاء الظلمة المتجبرين في الأرض الذين أرادوا، وهم قلة محدودة، أرادوا أن يلعبوا بمصير الشعب التركي. رفض الشعب التركي كله، ورفض الناس معهم، ورفضنا نحن في البلاد العربية والبلاد الإسلامية، رفضنا هذا. كل العالم الحر، العالم الذي يعرف حقائق الأمور، ماذا صنع رجب الطيب أردوغان وإخوانه في حزب العدالة والتنمية وكل من انتخبوه؟ 45 مليون أو أكثر انتخبوا الطيب أردوغان. هؤلاء جميعا وقفوا يؤيدون الإخوة في تركيا ويرفضون هؤلاء الفئة الظلمة الذين فاجأوا الشعب الآمن المطمئن الذي تسير أموره سيرا حسنا، سيرا مستقيما، سيرا على سنن الله سبحانه وتعالى وقوانينه في الأرض. هذا الشعب يصنع كل يوم آيات ويصنع معجزات في شأن هذا الكون الذي يسير فيه ويدبر أمره وفق سنن الله ووفق أوامر الله ونواهيه. نحن نهنئ شعبنا التركي العظيم على وقفته الكبيرة
من رجال ونساء وشباب وشيوخ في كل أنحاء تركيا وفي الميادين الكبرى فيها، واستطاعوا أن يقولوا لا لهؤلاء، لا، واستطاع هؤلاء أن لا يجدوا لأنفسهم مكانا في هذا البلد. وكان لابد أن ينتصر الشعب، كل الشعب، الشعب بكل البلاد وفي كل النواحي، استطاع هذا الشعب أن ينتصر على هؤلاء الذين جمعوا أنفسهم من هنا ومن هناك ليصنعوا شيئا ما هم ببالغيه أبدا. كان لابد أن ينتصر الشعب، وما هي إلا ساعات حتى كان الشعب بلغ أمره وحدد هدفه واستطاع أن يوقع هؤلاء حيثما لابد أن يقعوا فيه. أحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا الشعب التركي العظيم قد استطاع أن ينتصر على هؤلاء، ولا بد أن ينتصر عليهم. الله تعالى يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن هؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ربنا أمر أن توصل الأرحام وتوصل الجماعات بعضها ببعض ويقيموا اجتماعا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. هكذا كان الشعب التركي بكل فئاته وكل جماعاته، كله وقف وقفة واحدة، لا يستطيع أحد أن يهز هذا الشعب لأنه كالبنيان المرصوص كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كان هذا الشعب التركي يقف هذه الوقفة التي كانت أمام الناس فرصة يرون فيها كيف يعلم الإسلام أمته أن تقف وقفة رجولية صادقة ثابتة لا تزعزع ولا تزحزح أبدا. هكذا كان الشعب التركي في هذا اليوم العظيم. سرعان ما ثبتت هذه الفئة الكبيرة التي تمثل الشعب التركي في كياناته الكبرى، وأن هذه الفئة الضعيفة الصغيرة التي أرادت أن تحتحني رأس هذا الشعب وتغير مسيرته أراد الله أن يخزيها أمام أعين الجميع. نحن نهنئ أخانا الكبير والحبيب إلينا والعزيز علينا والأثير لدينا أخانا رجب الطيب أردوغان، نهنئه ونهنئ إخوانه بهذه المسيرة العظيمة، بهذا الانتصار الذي حقق للشعب التركي آمالا كبرى كان لابد أن يصل إليها، ولابد أن يخلص البلد من هؤلاء المجرمين ويعاقبهم على ما فعلوا، لا يظلمهم ولا لكن يأخذهم بما فعلوا. لابد أن يجزى كل إنسان بما فعل، كل نفس بما كسبت رهينة، لا نظلم أحدا ولا ندع أحدا بغير عقوبة. هذا ما وصل به الشعب الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى للشعب التركي العظيم أن يهيئ له كل أسباب الخير والرقي حتى يصل إلى ما ينبغي أن يصل إليه وما نحب أن يصل إليه، وهو سيصل إن شاء الله. عنده مشروعات كبرى، مشروعات يريد بها أن تصل تركيا إلى بلد عظيم من بلاد العالم العظمى،
وقد نجح في السنوات الماضية وسينجح في السنوات القادمة إن شاء الله. نحن معكم أيها الشعب العظيم، نحن معكم أيها القائد العظيم، نحن معكم أيها الإخوة الأتراك بكل قوانا، بكل أعصابنا، بكل ما نملك، بكل ما في أيدينا وبأنفسنا وأولادنا وإخواننا، كلنا معكم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤيدكم بروح من عنده، وأن يهيئ لكم النصر العزيز والفتح المبين، ويهديكم الصراط المستقيم، وأن يأخذ الذين الظالمين أخذ عزيز مقتدر، إنه سميع قدير. الآن يبث حديثك أيضا باللغة التركية، ويسمعه الشعب التركي عبر قنوات تركية انضمت إلينا في هذه المقابلة. فما هي رسالتك، وبما تنصح الأمة التركية والشعب التركي خلال هذا التوقيت وفي هذه الفترة الحساسة؟ أنصح الشعب التركي أن يقف وراء قادته صفا واحدا مستقيما كصفوف الصلاة، يقف مع إخوانه للعمل معا، العمل الجاد الصادق الذي لا يخل ولا يمل أبدا. نحن مطلوب منا أن نعمل، والإسلام دين العمل. الله سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل نحن لا تنافس بين المحسن والمسيء، ولكن تنافس بين الأحسن الحسن والأحسن. فنحن دائما ننشد الأحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ننشد الأحسن في كل شيء والأفضل في كل شيء. هذا شأن الإنسان المسلم، يطلب المعالي، معالي الأمور. هذا ما نريده، نريد الشعب المسلم في تركيا أن يتعلق بالآمال الكبرى، يحقق ما لا يحققه الآخرون على يد هؤلاء القادة وعلى هؤلاء الإخوة الذين يعملون من أجل مستقبل تركيا ومستقبل إخوانهم في البلاد الإسلامية الأخرى، ويعمل على نصرة المستضعفين، ويعمل على أن يكون مع المظلومين، وأن يكون مع المهاجرين، وأن يكون مع هؤلاء الذين يظلمون في بلادهم ولا يجدون من ينقذهم وأن يأخذ بأيديهم مثل ما يأخذ بهم إخوانهم الأتراك. نحن مع إخواننا في هذه المرحلة القادمة. أدعو الإخوة الأتراك جميعا أن يقوموا بدورهم في نصرة إخوانهم المستضعفين من السوريين والعراقيين وغيرهم من البلاد الأخرى، وفي مصر وغيرها من البلاد. الله سبحانه وتعالى سينصرهم كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نعم فضيلة الشيخ، ما هي أيضا رسالتك لحكومات العالم الإسلامي؟ ماذا تقول لهم في هذا الوقت؟ العالم الإسلامي كله مدعو إلى أن يناصر المؤمنين ويقاوم الظالمين. لا يجوز أن يترك الناس الظالمين يعيثون في الأرض فسادا ويقول إحنا من وملهم. لا، لابد أن نقف مع أهل الحق ونطارد أهل الباطل، نكون مع أهل الخير ضد أهل الشر، مع أهل العدل ضد أهل الظلم. نقف دائما ضد الذين يعني يظلمون الناس ويبغون في الأرض أن يروج باطلهم. لا يمكن أبدا أن يروج الباطل ما دام الحق موجودا. أدعو كل المسلمين في الأرض، والمسلمون أمة واحدة، مهما عظم المسلمون ومهما تناهوا، المسلمون الآن أكثر من 1,700,000,000 مسلم في الأرض. هؤلاء المسلمون مدعوون جميعا أن يكونوا يدا واحدة يعملون على نصرة الإسلام، أن ينصروا هذا الدين. هذا الدين لما يقوم بأبنائه،
هذا الدين لا يمكن أن يقوم وأبناءه غريبون عنه بعيدون عن تعاليمه، إنما ينتصر الإسلام انتصارا عظيما إذا قام المؤمنون حوله عن يمينه وعن شماله ومن هنا ومن هناك، يعملون على رفعة راية القرآن وعلى إعلاء كلمة الإيمان وعلى نصرة الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. المؤمنون منتصرون دائما، وعندنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. الله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا ومنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. انتصر الإسلام فيما مضى أيام الصحابة والتابعين على بعض الأديان، ليس على كل الأديان، وهنا الآيات تقول على الدين كل سنتظر على كل الأديان. هذا ما عندنا من القرآن الكريم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. شوف، انظر هذه الكلمة، يأبى الله، الله يأبى يعني إلا أن يتم نوره. لابد أن يتم هذا النور في العالم، ولكن لابد أن يقوم المؤمنون بدورهم. الله سبحانه وتعالى لا يؤدي الأمور حسب سننه، ومن سننه أن يقوم المؤمنون بأعمالهم ولو كانت قليلة، ولكن الله يبارك فيها ويجعل فيها من الروح ومن الخير ومن البركة ما يؤثر به على غير المسلمين، حيث ينهزم هؤلاء المبطلون وينتصر المؤمنون. ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نحن نوقن أن نصر الله قريب، وسننتصر إن شاء الله المؤمنون ما داموا يدا واحدة بعضهم مع بعض، بعضهم يشد أذى بعض وبعضهم يساند بعضا، وهذا هو شأن المؤمنين دائما. والله سبحانه وتعالى معنا ولن يترنا أعمالنا. فثقوا أيها الإخوة أن الله معكم. أيها الإخوة في تركيا الحبيبة والعزيزة علينا، كونوا يدا واحدة، قفوا وراء قيادتكم المؤمنة، كونوا يدا واحدة، قفوا ضد الظالمين والمتمردين والغادرين الذين يغدرون بإخوانهم، الذين لا يبالون بما يقتلون من الناس ويسفكون من الدماء وما يحصدون من الأرواح، كأن الناس الله سبحانه وتعالى يأخذ هؤلاء أخذا أليما شديدا. لا يضيع عند الله تعالى مثقال ذرة، لا من دم ولا من مال ولا من ملك ولا من أي شيء أبدا. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم. فضيلة الشيخ، ورد للتو في نبأ عاجل عن وكالة الأنباء الفرنسية أن مصر عرقلت صدور بيان في مجلس الأمن الدولي يدين الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا، كيف تعلق على هذا الموقف وغيره من مواقف بعض الدول الإسلامية التي ربما أظهرت نوعا من القبول بحدوث انقلاب عسكري في تركيا؟ هذا الانقلاب إن شاء الله هو آخر انقلاب، ولن يكون هناك انقلاب آخر في تركيا. تركيا تأبى إلا أن يعني تضم الرجال الصادقين العاملين لترتفع رايتها ولتعلو كلمتها في الأرض. لابد أن تحقق تركيا ما يريده المسلمون في العالم. العالم الإسلامي للأسف ضاع كثير منه بسبب أولئك الذين يعملون هنا وهناك من أجل غايات يعني تافهة ومن أجل أعراض زائلة، والمسلمون لا ينتصرون إلا أن يعملوا لإسلامهم، ليرتفع هذا الإسلام، ليكون إسلاما شامخا يعيش في ظله المسلمون، في ظل عدله،
في ظل أمني، في ظل تعاليمه العظيمة التي تمنح الناس كل إنسان يأخذ ما يستحقه، لا يظلم ولا يظلم. هذه هي التعاليم الإسلامية، للمسلمين أن يعيشوا بالإسلام ويعيشوا للإسلام، يعيش به ويعيش له، يعمل له من أجله، حتى يكون المسلمون أمة واحدة كما أرادها الله. إسلام أمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لا يجوز للأمة أن تتفرق شيعا وأحزابا، كل واحد في ناحية والثاني، لا، المسلمون أمة واحدة، هذا ما علمهم الإسلام. فكونوا أيها الإخوة الأتراك القائدين في هذا العمل، نحن معكم ونحن وراءكم ونحن منكم ونحن لكم ونحن بكم، لسنا غرباء عنكم، نحن جميعا أبناء دين واحد وأبناء قرآن واحد، ونحن أتباع نبي واحد، نحن لنا كل ما للمسلمين من خير، وكل الآمال معلقة علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا لنصرة هذا الدين ولقيام هذا الدين بما له من حقوق، حتى يرتفع في الأرض، حتى تعلو كلمته وتسود أمته ونال خيره في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. نعم فضيلة الشيخ، اسمح لي بسؤال آخر. الآن ما يمر به العالم الإسلامي من صراعات ومن حروب ومن نزاعات، هل نحن في زمن فتن فالمرء لا يعرف أين الحق وأين الباطل، وبالتالي فليسع كل واحد منا بيته ويمسك لسانه، أو أننا الآن أمام صراع بين بين حق واضح وباطل أيضا واضح، وعليه فإن على المرء أن ينتصف للحق وأن يصطف إلى جواره في مواجهة الباطل؟ كيف ترى ما يجري الآن على الساحة الإسلامية؟ الساحة الإسلامية يجري عليها كثير من الأمور، ولكن المسلم لابد أن يميز بين ما يجب عليه وما يجب له، وما الذي ينبغي أن يفعله كل وقت له يعني واجباته، وكل حين له مسؤولياته. والمسلم الحق هو الذي يعرف ماذا عليه في وقته، ماذا عليه لنفسه، ماذا عليه لأسرته، ماذا عليه لمجتمعه، ماذا عليه لأمته، ماذا عليه لدولته، ماذا عليه للمسلمين في أنحاء الأرض، ماذا عليه للبشرية كلها. كل الناس تطلب من المسلمين واجبهم، والمسلم عليه واجبات كثيرة علمه الإسلام أن يقوم بهذه الواجبات. لا يجوز له أن يشغله شيء عن شيء، المسلم يقوم بكل واجباته، هذا ما علمه الله سبحانه وتعالى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سورة المزمل، ومن أوائل ما نزل من القرآن، تقول الرسل إن قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل، حمل ثقيل، لابد أن نحمله نحن، ونحن سعداء به، لأننا نؤدي فرض الله علينا، نؤدي أمر الله لنا، نستجيب لما أمر الله به، ولذلك نفعله ونحن مستريحون. لأن الإنسان إذا أدى أمر الله وشعر أنه يعني قام بواجبه يكون مستريح النفس، مطمئن القلب. فأنا أريد من المسلم في كل مكان أن يكون شاعرا بما يجب عليه، بما يطلبه منه الإسلام. الإسلام يريد من المسلم أن يكون مسارعا لما طلبه الله منه، كما قال تعالى
فاستبقوا الخيرات، وكما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وكما قال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعلى الإخوة المسلمين أن يتسابقوا في هذا الميدان، ميدان الخيرات، ميدان الصالحات، ميدان العمل النير الذي يذهب فيه الذاهبون ويسيح فيه السائحون ولا يضيق عن أحد أبدا. نحن مؤمنون بأن هذه الأمة فيها خير كثير، وخيرها للبشرية كلها، ليس خيرها لنفسها فقط، هي تعمل لنفسها من غير شك، ولكنها تعمل للآخرين. أن الإسلام شعار: أصلح نفسك وادع غيرك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأنا أعمل لنفسي، أصلي لنفسي، وأصوم لنفسي، وأحج لنفسي، ولكني أيضا أعمل الخيرات، السابق في عمل الصالحات، أعمل من أجل تعمير الأرض. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم أن تعمروا الأرض. هذا هو شأن الإسلام الذي يصنع الأمة الإسلامية لتكون أمة عاملة. حتى حينما تقوم الساعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة دي الشتلة، شتلة يحطها في الأرض، إذا وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. ولماذا يغرسها مع إن الساعة تقوم لن يأكل منها أحد، ولكنه يزرعها ويغرس هذه المغرسة في الأرض حتى يشعر أن المسلم عليه أن يعمل ما دام حيا، ما دام فيك عرق ينبض، ما دام فيك نفس يجري لابد أن تعمل، اعمل بهذا العرق وبهذا النفس إلى آخر لحظة، ثم سلم نفسك لما أراده الله عز وجل. هذا ما أدعو إليه المسلمين في تركيا، وأدعو المسلمين في مصر، وأدعو المسلمين في فلسطين، وأدعو المسلمين في سوريا، وأدعو المسلمين في العراق، وأدعو المسلمين في ليبيا وفي تونس وفي المغرب وفي السودان وفي كل في السعودية وفي نيجيريا وفي الصومال، في كل بلاد العالم، في كل البلاد الإسلامية، أدعو المسلمين أن يعملوا ويضاعفوا العمل خصوصا في هذا الوقت. المسلمون يريدون أن يضاعفوا من أعمالهم حتى يكتسبوا ما اكتسبه الآخرون. هذه هي الأمة الإسلامية التي جاء بها القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنحن خيريتنا ليست لسواد أعيننا أو لإحمرار خدودنا أو لا لطول قامتنا أو لا، إنما خيريتنا لأننا نؤمن بالله ونؤمن بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم فضيلة الشيخ، ما هي رسالتك وما هي نصيحتك للحكومة التركية وللرئيس التركي بعد هذا الاختبار العصيب؟ بارك الله في الحكومة التركية، وبارك الله في الإخوة في تركيا جميعا. الشعب التركي والحكومة التركية
أصبحوا يدا واحدة، الكل يعمل من أجل هذا البلد ومن أجل البلاد الأخرى الإسلامية. تركيا لا تعمل لنفسها فقط، والله رأيت تركيا تعمل للبلاد الإسلامية كما تعمل لنفسها، وترى أن عليها واجبا نحو البلاد الأخرى بما قالها الله من قوة لا تجعل قوتها لنفسها، قوتها لإخوانها، قوتها للمستضعفين حتى من غير المسلمين، كل من يدعوها لتسد مسدا ولتقوم بواجب. لا تتأخر تركيا أبدا، تركيا عند النداء من يناديها لتقوم بواجبها وهي قادرة عليه، لا تكف يدها، لا تبخل بخير عندها. هذا هو شأن الإنسان المسلم. المسلم يتقي الله في نفسه، يتقي الله في جسده، يتقي الله في قوته، يتقي الله في ماله، يتقي الله فيما عنده. كل ما عنده أمانة، وهذه الأمانة يجب أن تحفظ ويجب أن ترعى ويجب أن تؤدى لأهلها، فهذا هو واجب المسلم. المسلمون في تركيا كلهم يعني سواء كانوا يعني حكاما أم محكومين من الشعب أم من القادة، كلهم قادة، كلهم مطلوب منهم أن يعملوا لهذا الدين وأن يعملوا لهذه الأمة، والله سبحانه وتعالى يعني يمنحهم العناية والرعاية والقدرة على السداد وعلى العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى التي هي أقوم، وأن يوفقهم دائما لما يحب ويرضى، وأن يجعل يومهم خيرا من أمسهم وغدهم خيرا من يومهم، وأن يحسن عاقبتهم في الأمور كلها، وأن يجزيهم خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. فضيلة الشيخ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أشكرك شكرا جزيلا، وندعو الله أن ينعم عليكم بدوام الصحة والعافية وأن يبارك في عمركم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. شكرا، بارك الله فيكم وحفظكم وحفظ تركيا وحفظ العالم الإسلامي من كل سوء. اللهم آمين.